أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد قاسم مطوع من جيزان بيش فرع الزراعة. أخونا يقول: في يوم من الأيام وكنت غضبان قلت لزوجتي: أنت علي حرام مثل أمي، فماذا يجب علي وما هي الكفارة؟ أم أنه ليس علي شيء لأنني كنت غضبان؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن الواجب على الزوج أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الألفاظ التي يلقيها عليه الشيطان، خصوصا عند الغضب أو عند أي منازعة، من أجل أن يوقع الزوج في إشكال مع زوجته. وما ذكره السائل من أنه غضب على زوجته وقال لها: أنت علي حرام مثل أمي، هذه لفظة خطيرة. قد قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. ثم أوجب سبحانه وتعالى على من قال ذلك الكفارة المغلظة، فقال سبحانه: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، تلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. فأوجب سبحانه وتعالى على من تلفظ بهذا اللفظ هذه الكفارة، ورتبها على 3 مراتب. المرتبة الأولى أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدها فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكل ذلك قبل أن يمس زوجته، فعليه أن يعتزل زوجته من صدور هذا اللفظ ولا يجامعها إلا بعد أن يكفر هذه الكفارة. فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. الواجب على السائل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يعود لمثل هذا، وعليه هذه الكفارة، وهي أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإنه يطعم 60 مسكينا. وعليه أن يعتزل زوجته ولا يمسها إلا بعد أن يقدم هذه الكفارة التي أوجبها الله تعالى عليه. وأما قوله إنه قالها عن غضب، فالغضب يختلف. إن كان قد بلغ به الغضب إلى زوال شعوره حيث لا يتصور ما يقول، فإنه لا كفارة عليه. أما إذا كان يشعر بما يقول ويدري ماذا يقول، فإنه تجب عليه الكفارة. نعم.